مرة في 15 يوم تجي معنا إيمان عاشور باش نتابعوا وين وصل ميزانها. طبعا إيمان الموديل اللي قبلت باش تحضر في المباشر في نسمة صباح وتابعوا تنقيس الوزن كل مرة تشاهدوا في المباشر وتابعوا كيف ما تبع أخصائي التغذية فيها هدى سعيد. صباح النور. مرحبا هدى. مرحبا إيمان. باخير صباح. كيف العادة باش نحكيو على وين وصلنا في الميزان، ونحب نقول اللي اليوم باش نعديو سيكونس صغيرة من حضور إيمان بحذينا على أول ما جيت وقت اللي ما زالت ما طيحتش في الكيلوات. أول نهار باش نشوفوا كيفاش كانت إيمان وقت اللي جيتنا وكيفاش توا ولات. ما قبل هذايا خلينا نعرفوا وين وصلت توا إيمان هدى. وصلت 69 كيلو. 69 كيلو يعني طيحت 20. طيحت 20. احنا بدينا ب 89 تقريبا هكا. فوالا. تنجم هي تتكلم على كل تحكي انا اللي راه اللي هو وجهها وجلدتها معناتها عندها اون تري بون مين لاباس عليها ما ذوبت كان الشحم. هذا يعني نجم ناكد خاطر انا اللي قاعده نشوف فيه وهي معايا حتى كل شيء ظاهر. ايمان ما نحينا حتى شيء من بدنها الا شحم. سؤالك قبيله يسر قلت لي قداش تحب تخلطها. ايوا احنا نحكيو في الكواليس. قلت لها هدى وانت وين تحب توصل؟ قلت لها قلت لي برشا. انا باش نجاوب طالما اللي تنحي فيه شحم ما فماش حتى اشكاليه. ماناش احنا معناتها باش نوصل الميزان بعد ندخلوا في الحم ولا باش نمسوا حاجات اخرى. يعني طالما هو الشحم زايد انا نحب 60. هي تحب اقل بالطبيعه يعني هي حره. ايمان مش تخلق. انا عندي ثقه فيها. عاودي تقول انت. لا بالعكس انا عطيتها بدني وروحي وكل شيء. هي طوعت يعيشها. طوعتني وتسمع الكلام وعندي ثقه فيها. وقديش وراتني اللي معناتها ماهوش صعيب انسان باش يغير الاكل نتاعو. انا ايمان معناتها عجبتني من احسن موديل. علاش؟ على خاطر ماهيش تعمل فيه بالصفه عليها ولا بستريس ولا مطاوعه. يعني عندها قناعه من داخل، عندها اراده باش توصل وتطيح في ايمان تحكي كما تحكي ليليا ما وقت الفيديو تكون حاضره ميساج نجمو نشوفوها ولا التصويره. هي راهي جوست قالت لي حتى هي ولات الكريتيك توا معناتها حتى الناس كي تراهم ياكلوا ولات هي تقول لي ريت قبيله تحكي لي قالت لي ريت توا معناتها اذا كانت تنحي المقلي من الماكله نتاعك يقولوا لك مسكينه اش قاعده تاكل. هذايا شوف روحك ايمان. هذا ايمان كي جاتنا اول ما جات. افري. شوفوا 20 كيلو طيحت ايمان فريمون معناتها برافو على وصلت له من كيلوات. وان شاء الله تقعد يعني تواصل على هذا وبعد نثبتوا الميزان اللي هو من بين المواضيع اللي باش نحكيو فيهم مع هدى في الحصص الجايه. اللي به الفائده على خاطر تنزيل الميزان بالحق هو صعيب، لكن فما ناس يطيحوا الميزان باي طريقه. وين يظهر اللي اصعب هو تثبيت الميزان. اذا كان الرجيم ناجح وباهي والانسان فهم شنو اللي قاعد يتبع فيه بالطبيعه باش تكون سلسله يواصل فيها. على خاطر هو مش اللي تعلمته ايمان باش تفسخه وتعاود منه الجديد. راهي في كل حصه قاعده تفهم وتزيد الانتيغ معناتها لي دوني نتاعنا الكل. ونتصور اللي كيف كي توفى الريجيم مره واحده باش تحافظ على هذا باش تحافظ على خاطر نعرفها اللي هي مقتنعه. قلت لك قبيله قالت لي كلمه، قالت لي الناس كي يقولوا لهم نحيت المقل يقولوا لها مالها اش قاعده تاكل. يعني وكانهم فما كان المقلي في الدار. المقلي والبات والعجين. انت توا في الدار بدلت لي منو جمله ما عادش طيب الحاجات اللي فيهم صحيح. حتى بالنسبه للصغار حتى العائله حتى الصغار حتى تحس مسؤوليه انك زادت تحافظ على صحتهم كي ياكلوا بالكدا. معناها حاجه اللي طيبها كيما لي بات كومبليت تحكي عليهم معناها ياكلوها معايا معناها من غير ما نقول لهم راهي هذيا سورتو الصغار. معناها حتى كي نحط لهم المقرونه هذيا بات كومبليت ياكلوا عادي اللي هي القمح الاصلي واخف. اي واخف حتى في ما تقلقش حتى في المعده ما تقلقش مش كيما المقرونه العاديه تحسها كي تاكلها تبدا رزينه على المعده تقلقك فهمت. ومام تو ما تمنش وصحيه وحاجه باهيه في الريجيم. هو ايمان ما كانش تشكي من حاجه بارتيكولير. اما اي انسان يكون عنده اولسير ولا جاير والا مشاكل هضم ولا دي بالونمون دي غاز راهو الريجيم وقت اللي تحس الماكله نتاعك كل ما يمس الجهاز الهضمي يبرى. يعني فيه برشا منافع سان كونان برشا حاجات ولا هذه بالنسبه للي بات.
واكيد فما حاجات اخرين حتى الحوت زاد المقلي كيف كيف زاد وليت نعمله في الفور. حتى الحوت اللي ما يجيش غريي نجم معناها تفوحه تعملوا شويه زيت تحطوا في الفور ما فماش حاجه معناها صعيبه ولا مستحيله فهمت يعني ولا تعمل غريي هما عادات خايبين صحيت احنا متعلمينهم فهمت نعرفوا فوالا يعني انعكاساتهم والانتوراج نتاعك يسالك ديما وكل وليت شي تحس روحك تعطي فيهم في دروس ساعات ساعات لي يسالوني حتى في الخدمه جيريني اي واحد شو عملت معناها يا شنو عملت معناها يقولوا لي شنو اللي نحيته اللي نقول له مثلا نحيت البات نحيت المقلي نحيت الماكل الشارع قول لي مش قاعد على شنو عايشه قلت له فما سلايد فما الخضره فما مثلا البروتين اللي هو معناها اللحم تنجم تعملو غريي تنجم تعملو في الفور تنجم معناها تفورو تنجم تشوي تنجم تطيبو زاده فما الكويسون اللي توفي يعني اي حاجه تحطها في طنجره مغطيه وتيب في عقلها ما فيها حتى مشكل هو راهو هذايا مش لتنزيل الميزان بركه معناتها اي حاجه تقليها ولا تحطها في نار قويه هي بيدها راهي تولي مخطره للجسم على خاطر تاثر تعطي مواد سامه للجسم اكثر الناس اللي يتعبوا ويقلقوا كي يسمنوا من طريقه الطبخ اللي تقتل الماده الحيه اللي باش تمد لنا الفوائد وتتغير الى مواد مسمه يعني كما حكيت لك الغيجيم مش تنقيس الميزان بركه يعني ايجين دو في تعلم طريقه الطبخ طريقة اختيار المواد كيفاش يجيبوا مع بعضهم المنيو اكثر يعني انا نرى المنيو نتاع الغيجيم ينجم يكون فيه اكثر شوا من المنيو العادي على خاطر فيها استعمالات جدد لي ليغوم فارسي مثلا الخضره المحشيه الخضره اللي في الفور معناتها كيما المبطن والكفته التواجن الطاجين ما فيه حتى اشكاليه بما ان تختار شنو اللي تحط في الطاجين وانت ديما تقول حتى الطاجين هو ماناش ناكلو فيه كل يوم كيف حتى باش يكون فيه شويه فان يكون فيه خضره فيه سبناخ ويبدا فيه العظم وفيه جبن وكم ساعه نعملوه مع خضره مع سلطه نيه ما في حتى مشكله أي. صحيح الطاجين فيه برشا مكونات يمكن من ناحيه البروتين عاليه اما ما يقلقش كي باش تاكلو مع خضره نيه ويكون مره في الخمسه يوم ولا مره في الجمعه معناتها ثم حتى ماهوش حاجه كبيره تولي كل شيء نجمو ناكلوه هي راهي ايمان وقت اللي باش توفر الحميه باش ترجع تاكل باش تحل توسع اكثر بما انها تعلمت طريقه جديده يعني استعمال الخضار في اول في بدايه الاكل ما عادش تخلط الغله مع الماكله غيرت نوعيه السكر اليوم ايمان اللي هي كانت مدمنه على السكريات اليوم تحكي لي تقول لي ولا تعرف شنو اللي تفرز وتاكل في اوقات معروفه وفي كميات معقوله ولباس يعني كل شيء القهوة نتاعك قداش كنت تحط فيها؟ اللي نحط فيها زو السكر اما طبعا مش حط فيها سكر اما كانت معاها الحليب ولي تحسها ماهيش بنينة بالسكر حتى كي تغلط هكا تجيك قهوة بالسكر ما تشربها لي حتى القو نتاعها مش بنينة شنو تفطر الصباح؟ والله نفطر حليب 0% قهوة ومعها بسكوي أليجي معناها ديتيتيك فهمت سينو إذا ما فماش بسكوت نجم نسمعوا الخبز راه نجم معناها تعمل الخبز وحدك بالقمح الكامل هكاك بالقمح ولا بالنخال وشنو تاكل معاه؟ هذا فطور صباح يعني من غير ما تحط فما معجون سون سكر زاد كيف ناكل معاه انت نجم معجون من غير سكر الحلو وليت ما عادش عندي غرام كبير معناها برشا نجم نستغنى عليه يكون سيتا خلو ناقص المواد الدسمه فما لي سيريال زاد فما بعض الحبوب اللي يتخلطوا فيهم الزبيب نجمو ناخذوا غله في فطور الصباح بالطبيعه معناتها كعب ولا معصوره ولا مقصوصه اي وبطبيعة البقية اللي كنا نحكيو فيه كل ما هو هذي البروتيين ومعهم سلايت ومعهم خضرة نية خضرة صحيح وطايبة نجم تعمل انت تحكي على الطاجين نجم الطاجين نحطوا فيه البيتنجيل معناها نحطوا فيه الخضرة يجي بنين معناها قبل من اللي الطاجين اللي احنا نطيبوا فيه عادي معناها هذه حاجة اكتشفتها انا وحدي والجنرية استعمالها يكثر فيها فوائد فيها ديزونتي اوكسيدون قويين والسيزون نتاعها واحسن حاجة واحد ياكل حسب الفصل اللي هو فيه دونك معناتها شاك سيزون يختار الخضره الموجوده فيه شوف راه فطور صباح حكينا على بيتي ديجني سكري اما راهو فما زاد امكانيه باش تعمل بيتي ديجني شكون مالح مالح معناتها فيه اوملات فيه عظم فيه طماطم فيه طماطم معناتها سوتي ولا يعني فما امكانيه باش تاكل مالح ولا لحم وهذا كل بطبيعه خير من الكرواسون
اللي ياسر برشا عاداتنا الحاجات الفايتي اللي برشا ناس تعاودوا يلزم كل يوم ياكلوا كعبة كرواسون اللي هو ما يشبعش من بعد تولي مع العشرة ولا قبل الفطور تلوش في حاجة أخرى مش تاكلها وقت اللي تاكل اللي كنا نحكيو فيه تكون أكثر متقنتة وتنجم تقعد حتى للفطور ما تاكل حتى شيء على كل فرحنا بحضورك إيمان كالعادة وإن شاء الله تواصل في نفس النسق ونشوفك توصل للهدف نتاع هدايا انت ما عندك حتى كلمه تو هدايا اللي تقرر هي انا مع باتفاق باتفاق انا موافقه ما عندي حتى مشكله بالعكس ما عندي حتى مشكله معك ماشي في الخط باهي يعطيك الصحه ميلا هدايا شكرا لك ملتقانا الجمعه الجايه مع موضوع الاكثر باش نحكيو على تثبيت الميزان خاطر كنا هذايا قلناه وما تعمقناش فيه كيف ما يلزم باش نحكيو على وقت اللي نخلطوا للميزان المثالي كيفاش نقعدوا على خاطر جينيرالمون تصعب وقتها كي يصيرك الانفتاح شويه وتخلي روحك تتسامح شويه هكا باش تتبدل في ممكن تزيد شويه كيلوات اذا ما تعرفش كيفاش تحافظ على الميزان هذايا وتثبته ما هذا نشوفوه معاك الجمعه الجايه ان شاء الله شكرا لكم نهاركم زين نمشيو للحضره الشيخ محرز